هاي المعارف بينكم وبين الله. غدا احنا الان لو يقولوا لك تريد تروح سفره الى فلان بلد راح تبقى فيها 6 أشهر، بينك وبين الله ما تسأل ذاك البلد بارد الجو حار بارد، شنو أحتاج أودي وياي، شنو اللي ما أحتاجه، شنو اللي يفيد، شنو اللي أنفع، شنو اللي يضر، ما تسأل بينك وبين، تسأل يوم تسأل بينك وبين الله. يقولوا لك دي يودوك إلى دار هي الدار الأبدية، ما تتعرف على خصائصها، شنو هي، ماذا ينفع ماذا لا ينفع. أنا دا أتاجر مولانا، تجارة تنجيكم، هاي التجارة شنو اللي أودي أرباحها تكون مضاعفة، شنو اللي أودي اللي يكون أخسر هناك. وبينكم وبين الله إيش قد من أعماركم وضعتموه على مسألة المعاد ومعرفة المعاد، وهذه الحياة الأخرى اللي راح تروحوا لها وأبدية أبدية أعزائي، ماذا ينفع هنا، والذي ينفع كم مرة ينفع، ماذا الذي يربحك، ما الذي يخسرك أعزائي. فالدورة معاد، فالدورة معاد، دورة معاد موجودة معنا، لا يتبادل. أنا ما أنصح الأعزاء إلا إذا أنا رايح مشتغل عليهم. دورة معاد الآن 239 درس مولانا، الأسفار الجزء التاسع من الأسفار مولانا. اقرأوا في الدورة معاد، بعد ما تقرؤون بداية ونهاية اقرأوا في الدورة معاد حتى تعرفوا أين ذاهبون أنتم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة هناك هذه الزخرف، هذه أصلاً لهو لعب، شنو هي؟ هذه دار الغرور. الدار الحقيقية أين؟ هناك أعزائي، هناك. وماذا أعددت لها أعزائي؟ أنا إنما دا أدخل في أذني أشير إليه باعتبار أنه لعله تعطيلها اليوم بكرة مولانا، حتى إن شاء الله ما تنسونا من دعواتكم في هذه الأشهر، كما لا أنساكم ليلياً، لا أنساكم من الدعاء، الله يعلم. أعزائي واقعاً تعال فأفت برنامج لنفسك، فد برنامج إلى الدار الآخرة، ولا هذه تنتهي وتلك تنتهي.